إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. تعال نشوف نون التوكيد مبني على الفتح ونون النسوة مبني على السكون. هنا فعل مضارع زائد نون التوكيد بيبقى فعل مضارع مبني على الفتح، زي والله لينتصرن الحق. الحق، والله لينتصرن الحق. تعال نعرب الجملة، نعربها. قال لي والله، كنا قلنا من شوية فوق هنا كلمة الواو حرف جر، حرف جر، حرف ايه؟ جر. وعندي لفظ الجلالة اسم مجرور، وعلى بعضها محترم الاعراب ده ثابت، ها، على بعضها كده بتتعرب خبر لمبتدا محذوف وجوبا. اللام لام التوكيد او لام القسم مش فارقه معانا. عندي هنا ينتصرن فعل مضارع، اهو ظهر لك الفعل المضارع، اهو فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على الفتح، والنون دي اسمها نون التوكيد، والحق فاعل مرفوع. لاحظ كمان ان الجملة اللي بعد والله وبالله وطالله اللي اسمها جملة جواب القسم او جملة القسم دي بتبقى جملة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، يبقى الفعل هنا مبني بسبب نون التوكيد. نفس الحكاية في لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب، برضو نفس الحكاية، الفعل المضارع هنا مبني على الفتح، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب أما إذا اتصلت بالفعل المضارع بقى يا جميل نون النسوة، فده كده مبني على السكون، مبني على إيه؟ على السكون، خط مبعجر كبير. طيب زي الطالبات، ما لهم الطالبات؟ يكتبن، الطالبات يكتبن الدرس. يبقى هنا الطالبات مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة، يكتبن فعل مضارع مبني. ليه مبني؟ قال لي مبني لأنه اتصلت بنون النسوة. طب مبني على ايه؟ مبني على السكون، والواجب مفعول به، مفعول به منصوب. طيب